السلام عليكم إخواني أخواتي، تحية لكم، تحية لكل المتتبعين ديالنا أينما كنتم وأينما تواجدتم. طبعا الحال نتوما على قناة غالي الفلوغ، وكما كنذكركم دائما إلا كان هذا أول فيديو كتشافوا على القناة فما تنساوش سبسكرايب لايك وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. الفيديو إن شاء الله ديال اليوم كما غادي يكون لاحظتوا في العنوان داخل في إطار أفكار ديال المشاريع، وهادي نجاوب على بعض الاسئله ديال الاخوان اللي خلاو ليا على سواء على القناه وسواء على الانستغرام، وغنهضروا في شي حويجه حتى هما مهمين، فخليكم معنا حتى الاخر. هذا الفيديو اكيد كيهمكم بزاف. السلام عليكم اخواني اخواتي من جديد. فكما قلت لكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون حول افكار ديال المشاريع، واحد الفكره مهمه واجوبه على الاسئله ديالكم. وقبل ما ندخلوا في هذا كنبغي نوجه واحد التحيه ديال الشكر كبيره بزاف لكل المتتبعين، سواء الناس اللي هما في المغرب، الاخوان اللي هما في الجزائر ثم كيتفرجوا بزاف في القناه، الاخوان يعني في خارج الوطن، فرنسا، اسبانيا، المانيا، هولندا، حيت في الاستاتيستيك كيعطيك كاع الدول اللي هما كيتفرجوا، الولايات المتحده كذلك. كنشكركم بزاف. حنا يعني الى حد الان في هذه الساعه فاش راني كنصور يعني هذا الفيديو تقريبا نقولوا 3990 مشترك، يعني تقريبا 4000 مشترك، واحد العدد يعني اللي هو لا باس به، الحمد لله على هذا العدد هذا. وكيبقى دائما انه يعني الرغبه ديالي، وكنتمنى ان شاء الله يعني من هنا لاخر السنه نكون على الاقل كملت واحد 10000 مشترك، فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم وبالمشاركه ديالكم كما عودتوني دائما. كاين واحد الخبر عاوتاني، واحد مع الاسف يعني كنت هاد الشهر هذا تقريبا حطيت واحد 4 ديال الفيديو على لي سناك، كيفاش تصوب المنتوج ديالك، يعني تقاد المنيو ديالك، شي حاجه تكون جديده، طريقه ديال التقديم. ولكن مع الاسف هذوك الجوج لي فيديو التاليين يقدر يكونوا لاحظتوا انني راني سوبريميتهم من القناه، لانه مع الاسف جاني انذار على جوج ديال لي فيديو، لانه استعملت فيهم لقطات يعني واخا هما يعني مستعملين لاغراض يعني شنقولوا يعني اغراض تعليميه، ولكن جاني انذار من عند يوتيوب، من عند صاحب القناه، قال لي حيد لي فيديو، فاضطريت على انني يعني نسوبريميهم باش ما يوقعش شي مشكل، لانكم تعرفوا القناه انذار راه شويه، مي لا مشى حتى جاك يعني سترايك، لا مشى حتى جاك سترايك، ثلاثه ديال لي سترايك كتقفل القناه. ف ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء هذا، وحنا قناه يلاه عاد كيبدينا، فلهذا اضطريت انني نسوبريميهم يعني. و بقيت دابا كنشوف كيفاش غادي نحط لي فيديو، يعني ملي كنهضر هكا انا معكم مباشره كتكون المساله مزيانه، ولكن ملي كتبغي توضح بصور ولا بفيديو فديما كطيح في المشكل ديال حقوق الطبع والنشر. هذا حقهم وخصنا نحترموه، وخص الانسان يعني نشوف شي طريقه واحده اخرى باش نبقى نفسر لكم. ما كنبغيش نبقى انا غير نهضر، لان كتجيني الصوره كتوضح شويه اكثر، فغادي نحاول نشوف شي طريقه اخرى. لهذا راني وقفت هذيك السلسله، لاحظوا حتى السلسله العسكريه ما عاودش حطيت فيها لي فيديو، لان تخوفا من هاد الحقوق ديال الطبع والنشر. فندوزو كما قلت لكم الاسئله ديالكم، فكانت اسئله قليله ما كاينش شي حاجه، اكثريه معاوده سواء في الانستغرام ولا هنايا. مثلا كنشوفوا هنا كاين سي ارابيك انيمي بالعربي، واش مشروع قاعه الالعاب خصني فيه ضروري بطاقه المقاول الذاتي؟ يعني مشروع خصك ضروري، كنقولوا حنا ضروري صيغه قانونيه اللي واخا مازال الناس كيتلفوا فيها، كنت فسرتها اما مقاول ذاتي، اما بيرسون فيزيك، اما بيرسون مورال، ضروري خصك واحد وثلاثه، واحد من الثلاثه ما يمكنش تجي تقبض وتحل، يعني ما يمكنش. واش فكره قاعه العاب مقبوله بالنسبه للبرنامج؟ يعني راه كدوز ماشي مشكل، تقدر تدفع يقبلوا الدوسي ديالك، ويبقى داكشي انت اللي حاط فيه هو اللي كيحكم، الفكره بوحدها ما كتحكمش، كتكون مجموعه ديال الاشياء. كاين سي شكون؟ السلام عليكم اخي الكريم، هذا ديال الاحجار. سي عبدو سلام خويا، ما عندكش شي موديل ديال بيزنس بلان؟ بيزنس بلان راني حاط فيديوهات على البيزنس بلان، موديل يعني واجد مصوب، كنعتذر ما كنصيفطش لي موديل يعني واجدين، لا خص الواحد يقلب شي شويه ويشوف. ولكن الا تبعتي داك النصائح اللي عطيت ثلاثه ولا اربعه ديال الفيديو بالتفصيل، طرحت فيهم كيفاش كتصوب بيزنس بلان، فاكيد انك غادي تعرف تصوبو، يعني ما يكونش مشكل. وكاين واحد القضيه انا نزيدها غادي نعاون فيها، خليك معنا الفيديو انا بلاتي نوصل ليها،
غادي نتذكر فواحد المساله هاد القضيه ديال البيزنس بلان، انا نزيد نسهلها عليكم ماشي مشكل. كاين سي احمد، خويا انا بغيت ندير لافاج موبيل، واش انطلاقه كيقبلوا الطوموبيل الجديده ولا خاصك المحل؟ كاين الاخوان دفعوا الملفات ديالهم، صراحه ما عرفتش واش خداو ولا مازال، ولكن يعني كفكره يمكن لك تدفع ما فيهش مشكل. كاين اللي دفعتها بتريبورتر، ولكن ما عرفتش واش يعطيهم ولا لا، يعني ما عرفتش المساله فيها بزاف ديال الحوايج. خويا انا دفعت الدوسي سي عبدو عبدو من شهر 7 مازال ما جاوبوني، كنمشي للبنك على المدير كيقول لي مازال ما جاوبوني، يلاه اتصلت به قال لي مازال ما ردوا عليا، قول لي غادي نجي ندي الدوسي ديالي نشوف شي بنك اخر، دابا ما عرفت فين المشكل. باش نقول لك بدون تعليق والله العظيم، لانه كاين بزاف اللي بالفات معطلين، ما عرفتش والله ما عرفتش، ما نقدر، هذه مساله ما نقدرش ننصحك فيها. يعني شوف نتايا في لا سيتوياسيون ديالك اللي بانت لك يعني مزيانه، توكل على الله وسير، يعني تخليه ما تخليه تساين، والله ما عرفت هادشي يعني كيحير. سي بورك عادل، السلام عليكم اخي، انا بائع متجول بغيت ندير مشروع ديال الريكلام، شنو الاوراق اللي غادي يطلبوا لي وشكرا. الريكلام اخويا لا، لا كنتي باغي تنزل في الارض ولا شي حاجه لا، ما خداماش لا، بائع متجول لا، هادي ما مسلكاش لا، خص يكون عندك محل ديالك يعني كتبيع اللواني ولا شي حاجه، خص يكون محل، ما تقول انك غير كدور في الزنقه ولا كتحط في شي بلايص، يعني ماشي قانوني. يجيو سوتو دابا راه كيجمعوا ما كيخليو حتى واحد يحط مع هادشي ديال، بغض النظر على كورونا يعني مساله غير قانونيه، انك تقبض وتحط فين ما كتبيع ما يمكنش، صوف لك تبيع في الاسواق هذيك بوحدها، تمشي تبيع في الاسواق هذيك بوحدها كنركز، تبيع في الزنقه لا، كتمشي للسوق اسبوعي وكتبيع ممكن، وحاليا راه ما دوش لان اصلا اسواق اسبوعيه خدامه وخدامه مع هادشي ديال كورونا، يعني داخله في الافكار اللي هي مأثره بكورونا. شنو كاين اخر؟ سي حسني افكار في المستوى، شكرا سي حسين بارك الله فيك. انا بغيت ندير سي قناه الغرائب والعجائب، انا بغيت ندير بيتزيريا متنقله، بغيت نشري سياره كبيره وما عرفتش فين نصاوبها، هذا في الفيديو ديال المقهى المتنقل. خويا خصك تشوف شي حد في المدينه ديالك، شي حداد، يكون شي واحد فنان، شي جون، خصك تقلب، لانه ايه ماشي اي واحد كيعرف يصوبها، يمكن لك تاخذ افكار من اليوتيوب، الا قلبتي في يوتيوب راه كاين بزاف ديال الديكوراسيون، وخصك تستعين بشي واحد اللي داك الديكور ديالك اللي عندك انت في راسك يقدر يوجدو لك هادشي اللي كاين، يعني كل مدينه وشنو كاين. كاين سي شكون اخر؟ سيمور رويال، نتمنى نلقى عندك شي مشروع يناسبني ان شاء الله اخويا سيمو، حنا نتمناو تلقى داكشي اللي كيعجبك. اشنا هي سي حسن، اشنا هي اخر ورقه كيعطيوك باش يعطيك كريدي؟ اخر ورقه خصك تسول البنك، انا ماشي البنك، انا كنصحكم في الوثائق ديال سميتو ديال دراسه المشروع وفكره المشاريع، مي فاش كتمشي تطلب ان كريدي نورمالمون اخر ورقه هي فاش كتسني الكونطرا، راه ما الاخوان راه سنيو الكونطرا وكيسنيو يدوزو لهم الفلوس، هذه مساله يعني بينك وبين البنك. كيف اقوم بالدراسه لاي مشروع؟ سي منبر الحياه حميد، الدراسه لاي مشروع راني داير دي فيديو على دراسه المشروع 4 ولا 5 بالتفصيل، كل دراسه، دراسه السوق، دراسه تقنيه، والدراسه الماليه، وانا غادي نزيد نوضح واحد المساله غادي نهضر عليها بلاتي ونهضر عليها. سي عبد الرحمن، ايت الحاج من مدينه مراكش، شكرا اخي، مرحبا سي عبد الرحمن وشكرا على الكلمه الطيبه ديالك. يمول الشركه الناشئه، يوسف فاس، هل برنامج انطلاقه يمول الشركه الناشئه؟ 100% لا، 100% ما كايناش، راه قلناها يعني شحال مره، هادو اسئله كيتعاودوا، قلنا انه كاين 80 حتى 90% الماكسيموم، ولكن هذا ما كيعنيش انك ملي كتدفع للبنك راه يعطيك 90%، الماكس راه هو 90، يمكن له يعطيك حتى 20 30%، هو ما بان ليه، هو صاحب الراي الاول والاخير. السلام عليكم، هذه بخصوص الجمله، هل ممكن استفيد من الدعم؟ شريف اهل مهم، رخصة بيع السمك بالجملة، عندك رخصة مزيان، يمكن لك اخويا دفع الملف ديالك ماشي مشكل. الو صافي، كنظن هادشي هذا راه جاوبت، وصلت لهادو اللي جاوبت عليهم، الفلاحة ما فيهاش المعاد لامك، هادشي جاوبنا عليه ديال السي الطويل ديال الفلاحة، قلنا الفلاحة ما كتدخلش، دونك هادي هي الأسئلة اللي كاينة اللي كاينة. ف الحاجة اللي بغيت نقول دابا وصلنا ل 10 دقايق، كنت مازال باغي نهضر لكم في واحد الموضوع، مي بون غنخليه يعني الفيديو الجاي. الحاجه اللي بغيت نهضر عليها الا وهي الموضوع الجاي
فكره المشروع اللي هتكون في الفيديو الجاي هي اللي وهي ليفريزون ا دوميسيل. كتلاحظوا دابا في هذه الوقيته كاين بزاف ديال الدراري كيديروا ليفريزون ا دوميسيل. ف وانا ايضا كانوا جاوني بزاف ديال الدراري دفعوا هذا المشروع هذا، فبغيت غادي ندير معكم واحد القضيه، غادي نهضروا على المشروع يعني كيفاش وشنو، ونعطيكم بعض النصائح اللي يمكن لكم تستعملوها في هذه المساله، وغادي نشارك معكم طريقه باش تصوبوا دراسه مشروع ديال ليفريزون ا دوميسيل. فهذا هو يكون الموضوع ديال الفيديو ديال غدا ولا بعد غدا، فوقاش ما لقيت الوقت نصوبوا، غنوريكم كيفاش تكون يعني دراسه المشروع ديال ليفريزون، واحد الدراسه اللي هي مبسطه، لانه ليفريزون ما كيحتاجش يعني شي حاجه كثيره. كاع المشروع اللي هو من 20 مليون لتحت، ما بين 10 15 20 يمكن توصل حتى 30، دي فوا كيكون غير الماتيريال فيه الثمن بزاف، ولكن يعني المشروع كيكون بسيط، فبالتالي ما كنتعمقوش بزاف في دراسه المشروع. ولهذا في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشارك معكم الليفريزون ا دوميسيل، لان كما كتعرفوا راه حاليا كاين بزاف الشركات، كاين جلوفو، كاين جوميا فود اللي هما مشهورين، كاين دراري خدامين مقاول ذاتي، كاين اللي خدام بوحدو. ف هاد المساله هادي يعني مهمه، واحد المشروع اللي هو مهم وكاين بزاف ما يتقال فيه، فلهذا غادي نخليه الفيديو القادم باش نهضر فيه يعني بشويه ديال لو ديتاي، نعطيكم شنو هما النوع ديال لي سيرفيس اللي يمكن لكم تخدموا عليهم، ويعني الطريقه باش يمكن لك تمونطي البروجي ديالك اللي هو بروجي سهل وزوين وخدام. هاد البروجي راه خدام حاليا، راه خدام لان المغاربه بداو كيتسانسوا بالمساله ديال انك تخدم ديال طلب لي كوموند، يعني طلب ليفريزون ا دوميسيل. حنا ما كناش مسانسين بهذه القضيه هذه، هذه مساله قديمه عامه، ولكن حنا في المغرب ما كانتش عندنا منتشره بزاف، فحاليا كاين ما يدار في هذا المجال هذا. فلهذا كنعطيكم موعد ان شاء الله الفيديو القادم، غادي نهضروا على ليفريزون ا دوميسيل، كيفاش نقاد المشروع ديالي، شنو هما لي سيرفيس اللي نقدم، وكيفاش نصوب دراسه المشروع. فسينوني ان شاء الله الفيديو القادم، وما تنساوش تشتركوا في القناه، وتبارك الله عليكم، تحياتي.